مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اصله وفصله. افندي صاحب ساحب شيفر وتحدي باللهجه السوريه، كلهم رح نعرفهم بهيدي الحلقه. جاهزين تسافروا معي على لبنان، مصر، عمان وتونس لحتى نسال عن هالكلمات ونعرف معناهم وشو اصلهم وفصلهم. جاهزين؟ ضبوا الشنطه يلا. بلا الشنطة وروح ماشي. شو عم تساوي هون؟ شو عم تساوي هون؟ شوفي؟ انت بدك تقول لي شوفي؟ انا شوفي انا عم بشوف كنت عم بشوف الشجره شو حلوه مسحها واهتم فيها. يعني ما عم تسرق افندي؟ لا 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 شوفي ما احلاك. لا لا كيفك انت ما احلاك؟ يعني يمكن عيوني انا غلط شايفه. معقولي ما بعرف شو عيونك؟ فحص عيونك شو بعرف لي انا. هيدو الصاحب ساحب مين؟ اكيد شي شله موديتها كانت تعمل هيك اشي. شله شو؟ شله شو؟ اسال حالك حبيبي. العالم المحترم بتيجي بتدق على الباب اذا بدها شيء. مش هيك دغري بيجوا ولا علم حدا. ما هو للمحترمين. لا لا هيك انت صفر على الشمال. يلا لبرا يلا يلا لبرا 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 لبرا. افندي افندي شو اصله وفصله؟ يلا نسال. بدي اسال عن كلمه افندي. افندم؟ افندي معناها ايه؟ افندي ده يعني لغه تركيه على ما اعتقد، يعني استاذ او حاجه زي كده. يعني صفه لواحد متعلم يعني. صفه واحد. بص معلش مش حرام. مش ينفع في المترو؟ لا انا ما لسه برا. انا صرت بحرم المترو. حرم المترو خلاص اخرج من المترو. افندي كان بتطلق على الموظفين، يعني عبد السلام افندي زمانه جاي، استاذ محمد افندي راح الشغل. دلوقتي ما فيش. لا ما بيستعملوها، ما بيستعملوها ابدا. كان زمان بيقولوها للي معاه الابتدائيه او الاعداديه او بيعادلها، افندي فلان افندي. هي كلمه تركيه على ما اعتقد الاصل بتاعها يعني. اعتقد ويعني هي مرتبه عند الناس افندي، ربما تكون نوع من انواع الاحترام يعني. احترام يعني يكون لي منصب معين تقول له افندي. دي حاجه قديمه. ممكن نقول تركي. قصدك اصلها تركي؟ يعني لما يكون واحد مثلا وظيفه عاليه نقول له افندي. افندم. احنا عندنا بالمصري افندم. افندم يعني حاجه كويسه عن الشخص يعني. تعظيم. احترام. تعظيم. افندم. تمام. وافندي يعني الاثنين جائزين. نفس الكلمه. نفس الكلمه. افندي او افندم بس احنا يعني اللغه المصري. الله معك. شو هالطيب هيدا؟ شو بنسميهم هون؟ فستقيه سمسميه جوزلند. وين الجزريه؟ في كمان عندك جزريه؟ لا والله الله جبر. الله جبر. الله جبر يا رب ان شاء الله على طول هيك الله يرزقك. سمسميه طيبه. كيف تنعمل مع قطر؟ هاي هذه قطر وسمسم. قطر وسمسم. شو حلو. والبندق نفس الشيء. والبندق نفس الشيء. وعنا الجوزلند. الله شغل شغل كمان. ما في مشكله حبيبي. يا سيدي افندي شو معناتها؟ افندي افندي افندي. ايه افندي بيستعملوها كلمه افندي. باشا. الباشا. الباشا بسموه افندي. ممكن. ما بعرف. ممكن قصدك صفه او مركز للبشر. ممكن ما بعرف. افندي بيستعملوها يعني اذا بدك تخاطب واحد مثلا تحترمه او شيء مثلا بتقول له افندي مثلا. صفه لناس صفة بتكون محترم راقي مثلا. راقي عندها يعني عندها انه مثل مثلا ملوك او شيء هيك. هيدي هي. حلو.
أفندي. شو أصله وفصله؟ لبنانية. لا. لا 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 أفندي. واحد مرتب. هو إيه هيك شيء يعني الأفندي يمكن مرتبة. يمكن. مرتبة. واحد يعني يكون مكتب يعني عالي وتياو يعني واحد نعم. راكز. بيقولوا عنه أفندي. يعني مرتبة من البشر. إيه. بكون أعلى مستوى. زي المصريين بيقولوا يا فندم يا هيك. فندم. هيكا. وفي حواليك أفندية؟ والله يمتي هذا الوقت. والله أنا أفندي؟ الله يسلمك. شو يعني كلمة أفندي؟ أفندي شيء كبير. كبير؟ شو يعني كبير؟ يعني أفندي تعطي أسلوب إنه زلم راقي هيك. الشباب مرافقة؟ نعم لكن انه حدا ذو شأن يعني؟ نعم صحيح. بيقولوا عنه افندي؟ نعم. وبعدها موجودة؟ بعدها موجودة يعني؟ نعم. الشباب شو وضعهم؟ افندية او؟ الشباب زملاء. زملاء؟ ما شاء الله. حياك الله. الزملاء اقرب من الافندي، الافندي كنا متناقض بالعمل، سوق العمل، الزملاء. يعني قربك هو اكثر من الافندي. اليوم التحدي مشاهدينا باللهجة السورية، كلماتي جاهزين، أوايا ولا أحلى من هيك، كلماتكن حاضرين إلى التحدي. تحدي باللهجة بيني وبينك، أنا رح أتحديك بكلمتين بالسوري وحضرتك بالتونسي، جاهزة للتحدي؟ ما في نشاط، جاهزة للتحدي؟ نعم. أيوة هيدا التحدي، هيدا النشاط. سكرتون. سكرتون؟ نعم سكرتون. شيء رح سهل لك شيء. شيء موجود بكل منزل. موجود. سكرتون. نعم. في المطبخ؟ ممكن يكون موجود في المطبخ، ممكن يكون موجود في غرفة نومك. نومي. نعم. سكرتون. سكرتون نعم. سكرتون. شو؟ كبير، شيء كبير. كرسي. نعم كرسي. كرسي كبير. كرتون. عندك كرسي هالقد؟ شنو غاردروب. غاردروب نحط فيها الحويش، نحط فيها الملابس. خزينة يعني. خزينة. خزينة. برافو عليك. وانا ما ساعدتك لحالك عرفتي. اسم الله هالذكاء، بشرشر ذكاء. تجأجأ بالسوري كمان. جأجأ. نعم تجأجأ. فعل. فعل 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 جأجأ. نعم فعل. حدا بيقول لك عم بتجأجأ. عم بتجأجأ. ايه. كيف عم بتجأجأ؟ بتجأجأ. كيف بتجأجأ؟ شو؟ كيف بيجأجأوا؟ كيف بيجأجأوا؟ بيجأجأوا بيجأجأوا. والله على الميوزك كمان مبسوطين، لازم نعرف شو يعني تجأجأ، شو يعني تجأجأ؟ كيف بيجأجأوا؟ بيجأجأوا، حدا بيجأجأ. يفتشوا. فاركسة. انت بتشتغلي بالبيت؟ نعم. يعني بتساعدي الوالد؟ بشتغل بالبيت. بتمسحي؟ اي. يمسحوا معناها؟ يعني اذا حدا مسح وحدا رجع جأجأ من بعد ما مسح. دكار. شو بصير؟ يوسخ. يوسخ. يطبع يعني. يطبع. يلا. هذيك تجأجأ. ايوه اسمها تجأجأ. يلا قولي لي كلماتك. انا كيس. كيس؟ اي. كويس يعني؟ لا. كيس. كيس. بكيس يعني بيعمل مساج؟ لا كيس. لا هو قدامك بالضبط يعني كيس. قدامي؟ المصور؟ لا. المهندس صوت؟ لا. قدامي؟ شجرة؟ لا. عمود؟ كيس. الزفت؟ الأرض يعني؟ كيس هو الطريق. الطريق؟ أو بسيطة. يلا تاني كلمة. تحدي. تحدي. وين التحدي؟ وينه؟ بوتو. نعم بوتو. بوت؟ نو بوتو. طقو موتو. بوتو. بوتو. شيء. اي شيء جميل جنبك زي دعوة كمان كله بجنبي. شجرة. نعم. مهندس الصوت. نعم. المصور. نعم.
خلفك؟ مي. عمود؟ عمود، برافو برافو. مين ربح هلا انا وانت؟ واحد واحد. لا، 2-1. 2-1 بلوتوث. انت الرابحة. برافو عليك، تربحي معنا هالابتسامة الحلوة. صاحب ساحب، شو المقصود بهالعبارة؟ يلا نسأل. الصاحب ساحب. صاحب ساحب؟ آه. شو معناتها؟ شو أصلا وفصلة؟ نعرف صاحب ساحب بسي ولا بالصاحب؟ لا، الصاحب الصديق يعني. ساحب عبارة تستعمل فيها وصف لموضوع. ساحب اه. صاحب اللي يسحب الفلوس؟ لا، يعني هي لها معنى مجازي. لها معنى مجازي. صاحب ساحب. نعرفه في تونس صاحب صاحب. شو يعني صاحب صاحب؟ يعني ديما صاحب صاحبه، معناته ديما مع صاحبه. معناته صاحبتي ديما معايا. صاحب صاحبي. معناته ما تنجمش تبدل، معناتها يقعد ديما صاحب صاحبه. اه يعني في اذا بدك صداقه متينه يعني. ايوه. اه ما تبدليها، ما تنجمش تبدل ولا تدخل ما بيناتهم. اه ما في حدا ما في حدا يدخل بيناتكم؟ ايوه. اكيد؟ اكيد. والله؟ والله. يا قد ايه للصداقه؟ شهرين. نعم؟ شهرين. شهرين؟ شهرين ايه. بس شهرين؟ وكل هالكلام عن الصداقه وما الصداقه بس شهرين؟ يعني ان شاء الله يصيروا سنتين ان شاء الله. اكيد. شو مبين صفاتها كويسه؟ ايه كويسه. كويسه كويسه. صفاتها كيف؟ طياره على الخط. طير العقل. طياره. ها؟ طياره. طياره. ايه طياره ال ايركرافت. الصاحب ساحب شو يعني معناتها؟ معناته يعني إذا صاحبك هامل. ها؟ إذا صاحبك هامل بدك تكون زيه هامل. هامل؟ هامل. هامل مهمل يعني؟ آه مش كويس يعني. مش كويس. بدك تكون زيه. تكون زيه. يعني صاحبك الهامل مستحيل يقول لك تعال الصلاة. آه. فاهم علي؟ صاحبك اللي بيصلي مستحيل يقول لك تعال نسكر. زي ما هو صاحبك زي ما أنت. آه. نفس تصرفه. يعني هو بيسحبك للجو. الشغلة الشغلة بده إياه هو. بده إياه هو. مش بدك إياه أنت. يعني حسب نوعية الأصحاب. يا سلام عليك. وأنت شو نوعية الأصحاب حواليك؟ ما شاء الله عليهم خيرة الناس. طلع ما شاء الله ما شاء الله خيرة الناس. والله العظيم. والله كويسين أخوان. أخوان وبدك أكثر من هيك؟ شو حلو. وبيسحبوك على طول على الأشياء على الحلوة؟ كل شيء. طلع ما شاء الله الله دين حدائق وحارتنا حالي. يعني إذا عزت فلوس يدينوك؟ ما مش بيننا اصلا الامور. بيهربوا دغري. لا لا مش بيننا الامور هاي. مش بينكم؟ اه يعني ما في بيننا فلوس. مصارينا وحده، جبتنا وحده. الله والله حلو. اه في صداقه يعني. اه في اخوه. بس في حدا منهم قال لي لا عكس هالشيء. لا لا لا. بيقولوا الصاحب ساحب. نعم الصاحب ساحب. شو معناته؟ شو اصله وفصله؟ اه يعني الصاحب اذا صاحب محترم. نعم. وديك على الاحترام. اما اذا هامل وديك على الهمال. فهمت علي كيف؟ يعني هذا يعني هذا صاحبي. صاحبك؟ اه صاحبي. شو يعني هذا؟ نعم؟ شو وضعه؟ وضعه تمام 100% كويس؟ يعني أخ كويس. أخ. آه يعني هذا صاحب بسحبني للإشي الكويس. للشي كويس. آه أما لو أنه مش كويس بسحبني للإشي يعني بسحبني على أشياء ما هي كويسة. مو كويس يعني. آه. مو صاحب ساحب يعني بسحب. وصدف هيك شيء مرة بحياتك مرة هيك حدا سحبك على شيء مش كويس؟ آه والله صار. صارت ها؟ هيدي بتبقى تجارب. آه تجارب بس أنا واعي بعرف شو بدي أعمل شو بدي أسوي يعني. أكيد. آه. بس صاحبي هذا يعني بالعكس يعني كويس سماه في وجوه يعني تسلم يعني على طول ابو محمد تسحبه للاشياء الحلوه شيء اكيد كنت اصلي لما تعرفت عليه بطلت اصلي الصاحب ساحب تمام شو معناتها صاحب ساحب يعني اي صاحب ممكن يكون معك بأي مشوار ممكن يسحبك يسحبك للمشوار اللي انت غير متهيئ له آه. الصاحب ساحب ايه. وممكن ايه. تتوجه لجهة تانية مثلا كيف؟ فسر لي ممكن مثلا الساحب
ممكن يكون لجهة سيئة. آه. كمان الصاحب ساحب، ممكن يكون لجهة حسنة الصاحب ساحب. آه حسب نوعية الشخص اللي أنت عم صادقه. اللي بده يسحبك تمام. أي. قل لي من صاحب أقول لك من أنا. شو حلو. أصحاب اللي حواليك كيف؟ الحمد لله. كلهم كويسين. شرواك. ها؟ شرواك. يعني شرواك هات لشوف شو معنى الشرواك؟ يعني نفس جودتك، نفس طبعك، آه. نفس أخلاقك. شرواك. شرواك بالشارع بالسوري. هيدي تعلمناها حلوة. حلوة. الصاحب ساحب. شو معناتها؟ الصاحب ساحب. أيوة. شو تفسيرها؟ تعرفي؟ بنتك ما شاء الله. زي بنتي. زي بنتك. مش على مصطلح معين يعني. تفضل تفضل تفضل. صاحبك للخير وصاحبك للشر. اه يعني حسب نوعية هالشخص. اه يعني صاحب هو. فايش بسحبك؟ انتوا اصدقاء؟ لا لا. اصدقاء؟ لا. شبه قرايب. شبه قرايب. ساحب واحد معاه سحبه. مش اه. اه سحبه ازاي يعني؟ سحبه ماسكه من ايديه سحبه كده. كده؟ آه سحبه. ده المعنى بس؟ ده المعنى. صاحب ساحب. معناها ايه؟ صاحب صاحب. الصاحب ساحب. ساحب. اه. آه. الصاحب هو آه. صاحبك كويس. انما الساحب ده ملوش. الساحب المعدي يعني؟ ايوه المعدي. اه ده معناها. ايوه. لما تروح تسحب مثلا فلوس من البنك اسمها سحب. اه. يعني انا لما اسحبك كده آه. انا الصاحب وانت الساحب. ساحبني اه. نعم؟ أرد عليك أنا بديك في الصاحب ساحب؟ صاحب ساحب رد عليك آه اللي هي اللي هو صاحب ساحب يا إما ياخدك للخير آه وإما ياخدك للشر آه يعني حسب زي الريحة الكويسة كده الريحة العطر زي المسك جميل آه زي المسك الصاحب اللي هو كويس ياخدك للخير في السكة الكويس آه ساحب يسحبك للخير وفي صاحب ساحب يسحبك للشر يا ساتر يا رب وده ما احنا مش عاوزين ربنا يبعدهم ربنا يبعدهم شربتها كلها اجيب لك ده اجيب لكم كلكم خليني شويه شاي حبيبي اه والله تتغدوا تتعشوا معانا الله يخليك شايف النوبه النوبه طبعا بقلون شو الشاي بالنوبه لا الشاي النوبي بتاعنا احنا آه. احلى شاي تشربه في النوبه على الله. زي القانون النوبي تاكل العيش التوكه آه. اللي هو اللي عندك اللي هو العيش اللي اللي انت بتعمله على التنوره على التنور ايوه بس صح احنا الاسم العيش الدوكا النوبي نوبي يلا نيجي ان شاء الله كل الحياه نيجي وناكل ونشرب وننام عندكم يشيلك على راسنا الله يخليك اصحابك كيف ماليش ما في لا ما حدا سحبك لا هيك ولا هيك لا 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 ما بآمن بالاصحاب ما بتآمن بالاصحاب بس احنا بنوافق انه احنا بنسحب معك بسحبكم لاحلى مطارح يكفي شوفتك الله يسلم هذا ابن عمتي يعني بكون مش صاحب ابن عمتك ما شاء الله سماهم في وجوههم والله يخلي هالامامير امامير ما شاء الله فاذا شرفنا مستر ساحب وانا مستر صاحب الصاحب ساحب صاحب ساحب يعني شو اصله وفصله اصله وفصله ماخوذه انه انت صاحبي معناها ولا بدك اصلا معناها معناها انت صاحبي مثلا بتروح على طريق الخير بتسحبني معك على طريق الخير بتروح على طريق الشر بتسحبني معك على طريق الشر والعكس صحيح هذا من المقصود الصاحب يعني حسب نوعية حسب حسب صاحبك راح انا امشي وانت حسب انا صاحبتك راح امشي صاحب ساحب بسحبك على الاتجاه اللي انت بتمشي عليه وانا بمشي عليه على الخير او على الشر على الشر حسب الاتجاه الاثنين ان شاء الله كل اصحابك يسحبوك على الخير اكيد ويبعد عنك الشر نتشرف تحدي كلمات ها بيني وبينك جأجأ 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 ايه جأجأ يعني حد بجأجأ على حد بيزأزأ يعني او بينده على حد لا بينده بينادي على حد يعني لا 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 فكر شويه بجأجأ بيزقزق يعني زي عصفور مثلا بيزقزق هي حد بيكون بيتكلم عن حد فبقوله بجأجأ بيتكلم عن حد بيقول الانسان ده كويس ولا حاجه يعني اه يعني قربتي قربتي شويه قربتي يعني هو بيقول كده يعني بيشكر في حد يعني بيشكر في حد اه هو العكس
ما بيجيب سيرة حد. اه بيجيب سيرة حد. حاجات وحشة. اه. منشي. منشي؟ اه. منشي؟ بنشي. منشي. بنشي. منشي هو حد منشي؟ يعني نقولها عن حد معين؟ نقول له أنت منشي؟ يا منشي. يا منشي. اللي هو مين؟ هو مين اللي منشي؟ اللي منشي؟ بتبقى ماشي كده معظمه يعني. اه كدا. ماشي يعني ماشي منفوخ يعني نفخ نفس يعني. اوكي اوكي جئ يعني يدعس في الارض يعني. سموها ايه لو حد ماسح مثلا؟ ايوه ببصم يلحوس الارض تاني. اه بيرجع صح. سكرتوم باللهجه السوريه شو معناتها؟ سكرتون. سكرتون سكرتون سكرتونة. حاجة موجودة في كرتونة؟ لا هي حاجة أكبر من كده موجودة في بيوتنا. ثلاجة؟ لا. دولاب؟ دولاب؟ خزانة قصدك؟ ما شاء الله عليك. صح؟ صح؟ صح صح. بيلبخ يعني إيه؟ بيلبخ يعني إيه؟ بيلبخ 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 عن على بيلبخ؟ يعني بيدهن الحيطه؟ لا. بيلبخ في الاكل مثلا؟ بياكل بسرعه او ما بيعرفش؟ بيلخبط في الاكل. بيلخبط في الاكل دي معناتها بيلبخ؟ اه والله انا متشكر شكرا. شيفر اصل عربي؟ يلا نسأل. شيفر هل ممكن أصل عربي؟ نعم. شيفر. شيفر. شيفخة. اه؟ معقول يكون إلا أصل عربي؟ شيفر هو الرقم معناها نعرفنا الشيفخة الفرنسية. نعم صحيح الرقم. الرقم. الرقم بالعربي بالعربي. الرقم بالعربي. شيفر. شيفر. والله. ممكن يلا خلصنا تفضلي. صفر بالانجليزي. صفر؟ ايه بالانجليزي ما بعرف شو بالانجليزي يعني. صفر زيرو يعني. زيرو زيرو يعني هيها هيها هيدا فيها تلاقح اخدين من بعض مثلا ما بعتقد. صفر زيرو ما متصور يعني. الصفر تمام ممكن يكون لي حاجة بالإنجليزي أو بالأجنبي مع يعني المفرد بتاعه. آه مفرد مفرد. آه زيرو زيرو مشهور يعني زيرو. مين اللي قبل نحن ولا هم؟ قبل ما حد يقول زيرو. آه مين كلمة زيرو يعني؟ آه كلمة زيرو. نحن السباقين للزيرو ولا هم؟ لا هم لأن هذه لغتهم أصلاً. الزيرو؟ ما كان يعني عندنا أصلاً مصريين يبقى عندنا عربي. ما. اللغة العربية آه يعني كان فيها زيرو كان صفر. آه فيها صفر. جولتنا خلصت وسألنا كتير عن كلمة شيفر واللي هو صفر وكنا شاكين إنه يكون أصل عربي. تأكدنا ما تأكدنا هالشيء اللي حنعرفه هلأ بس نتأكد من صاحب الاختصاص بهذا الموضوع. شيفر هل أصلها من اللغة العربية؟ شيفر هي أصلها باللغة العربية هي صفر. 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 هي شيفر كيف تقول شيفر شو معناها؟ يعني صفر. خذوها من عنا الفرنساويين. نعم. الفرنسيين خذوها ولا شيفر. وبقت شيفر. شيفر. الأصل الأصيل نتاعها هي صفر. اللغة العربية صحيحة واضحة واضحة نقوله صفر. صفر 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 صفر. شكرا يا أستاذي. بختام هيدي الحلقة صرنا نعرف كتير منيح شو أصله فصل كلمة أفندي. أما بالنسبة لعبارة صاحب ساحب معناها ولا أجمل وتعلمنا منه. تليفوني واقع بس أنا بكمل عادي طبيعي. صاحب ساحب الصاحب السيء بيسحبك للمطرح المش حلو.
كمان تعلمنا هالشيء. أما بالنسبة للغتنا العربية الجميلة والغنية تأكدنا أنه الشيفر مأخوذ من أصل عربي وهو الصفر، ومش بس هيدي الكلمة، كلمات كتيرة مأخوذين من أصل عربي. تحدي باللهجة السورية، تعلمنا كلمات جديدة ورح نتعلم كتير إشياء بعد حلقة ورا حلقة بس بأصلة وفصلة. هلأ صار فيه رد على التليفون. إيه ماما؟ لا تغديت. إيه ما يكلك لا ما تعتلي همي ماما. لا لا عم بتغذى ماشي الحال.